أثناء القنوت في الوتر هل يستحب رفع اليدين؟ وإذا كان الرفع مستحبا فهل يرفعهما بمستوى معين؟ وهل تكون اليدان بوضع يشبه من يحمل بيديه ماء أم متباعدتين بمسافة تباعد المنكبين؟ لا يرفع يديه أفضل هكذا متسقتين وجوههما إلى وجهه، وجوه اليدين إلى وجهه حين الدعاء كما رفع النبي في قنوت النوازل يديه وقول ثلث مثله. إذن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلصق يديه هكذا. نعم هذه مع هذه في قنوت النوازل، وأما في قنوت ثلث فلا أعلم فيه رواية لكن مثل قنوت النوازل. نعم.